إجت لحظة الحسم والكرة الآن صارت بملعبي، لازم أختار 21 لاعب. هاي الأسماء راح تروح ترفع اسم العراق بكأس العالم بالأرجنتين. ثقتي بيهم كبيرة بعد جهد وتعب أيام وليالي. كنت أتمنى أخذ عدد أكثر وتكون الخيارات أوسع. صحيح الاختيار صعب بالنسبة إلي كمدرب، لكن قررت أن أختار الأجهز وفق كل المتطلبات البدنية والمهارية. ورسالتي إلى شعبي، هذا منتخبكم، كونوا وياه وشجعوه، وإن شاء الله أبد ما يخيب ظنكم. إجت هاي اللحظة اللي راح يشاركني بيها مختلف فئات مجتمعنا. خليني هسه أنا وياكم نشوف قائمة أسماء اللاعبين. أول الأسماء في قائمة منتخبنا الشباب الرسمية آدم طالب.